يعدي برجله اليمين لكن يحط جسمه بشكل رائع جدا. علي جبر ويخلصها، اتنقلت الكوره، في فاول ولا ايه؟ ادي الفرصه، جول جول جول، صناعه محمد ابراهيم وتسجيل باسم مرسي. كم مره بيتكرر المشهد ده؟ كم مره محمد ابراهيم يصنع الفرص لزملائه في الفتره الاخيره؟ اخيرا محمد ابراهيم وباسم مرسي يكسروا حاجز الصمت في هذه المباراه. ادي محمد مشي، محمد ابراهيم راح، وتمريره روعه لباسم مرسي، تمريره حريريه هديه لباسم مرسي. باسم مرسي القطب عبد الله، القطب بزياده، يسجل هدفه السابع في الدوري مع الزمالك. هدف طبعا الموسم الماضي كان موسم التألق والنجوميه والتهديف، لكن السنه دي باسم البدايه. حلمي طولان في الدقائق الاخيره المتبقيه دي، الضربه ركنيه تلعب عاليه جوه منطقه الجزاء، وتاني راسيه يبعدها الدفاع، ترجع الكرة تاني من المنوفي، خطيرة جدا، ومحمود عزت يسدد. لسه الكرة لسموحة، لسه الهجمة مستمرة، كرة جول جول جول. سيناريو الدور الأول يتكرر، ولكن بالعكس في الدور الأول تقدم سموحة وتعادل حمادة طلبة في الوقت القاتل للزمالك. في الدور الثاني يتقدم الزمالك ويتعادل المدافع ايضا محمود عزت لسموحه ايضا في الوقت القاتل. في الدقيقه 88 محمود عزت يتعادل لسموحه. ادي الكوره البدايه من عند محمود عزت، لكن ارتبك دفاع الزمالك. قلت لكم المباراه مش هتخلص 1-0، شكلها كده، شكلها يا اما الزمالك هيسجل هدف ثاني ويعزز، او سموحه ينجح الضغط. هما فعلا كانوا ضاغطين ووصلوا لمرمى، كانوا يعني كان هناك شبه حصار من جانب سموحه للزمالك، وبالفعل في النهايه تسفر المحاولات.